ما انا ماليش عليه لان انا مش مشترك فيه، يعني انا مش جزء من القرار، انا عايش في مصر فمش جزء من القرار ان انا اخد. يعني اقول لك بره ده صح ان هو يتفرض عليهم ضرائب او مش صح؟ هم بره اضرب بظروفهم، فهم لو شايفين ان الجنسيه المصريه بتقدم لهم خدمه نظير ان هم اجانب بره في دوله تانية فهيبقوا يدفعوا الضرايب، لو هي مش بتقدم لهم خدمه يقدروا يتنازلوا عنها. والله هو الشعب مش ناقص ضرايب، واحنا استكفينا ضرايب في كل شيء، وحته فرض ضرايب على المصريين في الخارج هم خارجين عشان خاطر يحاولوا يساعدوا نفسيهم ويحاولوا يمولوا البلد، فانت بتحاول ان انت تحجم عليه، الامر دوت هيخليه برضه يقفل من البلد اكتر ما هو قافل جواها، هيقفل براها، فاحنا عاوزين حتى نقول لهم لا ارجعوا ما تهاجروش، فاهماني؟ فاحنا عاوزين بدل ما نفرض ضرايب لا نشجعهم على الاستثمار، بدل ما هم يروحوا بره لا يشتغلوا في بلدنا، بس انت شجع على الاستثمار ما تفرضش ضرايب. لا طبعا بكفايه اللي هم شايفينه بره، في ده مش كفايه، هو غربته هنا هو متغرب ليه؟ مش عشان يكون نفسه برضه يجيب دخل هنا للدوله ولا حاجه، دولار مثلا او عمله صعبه، كفايه عليه الهم اللي هناك. للاسف البرلمان بتاعنا اللي بنسميه برلمان بش بش، اللي الحكومه عاوزاه بيوافع عليه، غلوه تذكره متر بيوافع عليها، ضرايب في الخارج ما يشوف الخارج ده طلعان عينه، طب انت بتحمي اللي في الخارج بتجيب له حقه؟ يا برلمان بتحمي اللي في الخارج تجيب له حقه لما بتعرض لاي مشكله؟ لو المصريين اللي في الخارج مش حاسين بالمعاناه اللي بيعيشها الشعب بتاعهم هنا في الداخل، ويبقى ده حاجه تطوعيه منهم هم لبلدهم، ما يستاهلوش ان هم يبقوا مصريين. يعني واحد موفر للدوله مش عاوز منها وظيفه ومش عاوز حاجه وبيحفر في الصخره عشان يشتغل بره ويتهان في الدوله العربيه، ان احنا ما لناش كرامه بعد السادات، بعد انور السادات ما فيش كرامه للمصري بره، عبد حبشي بره، المصري بره عبدي حبشي، فهو عبد حبشي ومش عاجل كمان، وساب للدوله مكان لوظيفه واحد غيره، ساب للدوله اللي مسافر بره ما بياخدش تموين، اللي مسافر بره ما بيطلبش الدوله بسكن. لا طبعا عمره ما يكون سبب بالنسبه لحل ازمه الاقتصاد، عشان ازمه الاقتصاد مش هتتحل بجزء من المصريين عايش بره مصر، ومش هتتحل بالمصريين كلهم لو دفعوا ضرايب، بس هتتحل بموارد جديده تبقى موجوده في البلد، فطول ما احنا ما عندناش موارد جديده موجوده في البلد طول ما الازمه الاقتصاديه لسه موجوده. لا هي فرض الضرايب ما فيش حل ازمه اقتصاديه، حل الازمه الاقتصاديه هتبقى شغل، هتبقى استثمار، هتبقى شركات، صناعه، زراعه. كفايه على الغربه بتاعته. يساعد ازاي حضرتك؟ يساعد ازاي؟ كم اعانه دخلت مصر؟ كم فلوس استثمرت في مصر؟ فين؟ فين مشروع قناه السويس اللي دخل فيه فلوس البلد كلها وهو مش ملوش اهميه الوقت؟ على الاقل المصري اللي في الخارج هيوفر عمله صعبه تمشي حاجات كتير قوي اللي احنا واقفين فيها، بس الاهم من ان احنا نفرض ضريبه نشوف الاول الفساد اللي في البلد اللي واخد كل الفلوس اللي قد الضرايب اللي هم بيفرضوها 10 مرات. الازمه الاقتصاديه بطلوا الرشاوي اللي بتدفع في مترو الانفاق مثلا، طالع جنب المترو اهو، مترو الانفاق ده كل شويه غرامات مضاعفه على البائعين الجائلين، على المتسولين، على مش عارف ايه، وتلاقي كل عربيه فيها متسول فيها بقى جايل بيدفع للموظف بتاع المترو فلوس عشان يسرح. طب ما تلم الغرامات دي، لم غرامه على الناس اللي بترمي الزباله في الشارع، ما تلم الغرامات دي، لم غرامات حقيقية، المخالفين اللي بيبني مباني مخالفة.